بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات احنا استخدمنا شريحة رأسية، في الفيديو ده هنستخدم شريحة أفقية. هذه الشريحة الأفقية أهي، بنجيب السنترويد للشريحة والمساحة اللي هي الدي اي للشريحة ونكامل علشان نطلع السنترويد للشكل كله. طيب السنترويد للشريحة، انا دلوقتي القانون اللي هستخدمه اكس بار بيساوي اكس بار دي اي على تكامل الدي اي، والواي بار واي بار دي اي على تكامل الدي اي. طيب هنا الدي اي هي دي هتساوي ايه بقى؟ الدي اي هتساوي مساحة المستطيل ده، المسافة دي كده موازية للمحور الواي، يبقى هنسميها دي واي. والمسافة دي كده هتساوي ايه؟ هتساوي اللي هي المسافة دي. طيب المسافة دي كده كلها واحد، وأي نقطة هنا على الكيرف بإكس وواي. دلوقتي الكيرف ده معادلته إكس واي بتساوي إكس تربيع، يعني مثلا لما نعوض عن إكس تربيع بواحد مثلا هيدينا ايه؟ ما اكس تربيع ما اكس بواحد هيبقى ايه؟ اكس تربيع تبقى بواحد، يعني واحد واحد، ادي واحد واحد هنا كده، واحد واحد هنا كده. ما نعوض مثلا عن الاكس بنص، الاكس بنص مثلا يدينا واي بربع، فليكن هنا مثلا كده، هو ده الايه؟ دي المعادلة بتاعت الكيرف ده. طيب يبقى المسافة دي كده بإيه؟ بإكس، المسافة دي كده بإكس، والمسافة دي كده دي اللي إحنا عايزين نعرفها. طيب المسافة دي كده كلها واحد، يبقى المسافة دي اللي هو طول المستطيل هيبقى واحد ناقص الإكس، واحد ناقص الإكس. يبقى دلوقتي طول المستطيل واحد ناقص الإكس، وعرض المستطيل بدي واي، يبقى دي الإيه؟ المساحة اللي هي دي إيه؟ دي اي بواحد ناقص اكس في دي واي، دي اي بواحد ناقص اكس في الدي واي. طيب الاكس بار بقى عشان نعوض في القانون ده، الاكس بار موجود هنا، السنتور بتاع المستطيل موجود هنا كده، موجود في المركز بتاعه في المنتصف. طيب المسافه دي كده قلنا بواحد ناقص اكس، المسافه دي بواحد ناقص اكس، يبقى نص المسافه بكام؟ بواحد ناقص الاكس على الاثنين، ده بعدها عن النقطة دي. طيب احنا عايزين البعد ده كله من هنا كده، من أول محور، من عند الأوريجين لغاية ما نوصل للسنترويد، هيبقى بالمسافة اللي هي الإكس زائد واحد ناقص إكس على الاتنين، يبقى إكس زائد واحد ناقص إكس على الاتنين. طيب يبقى كده لما هتبقى الإكس بره هتساوي بقى، هتساوي اتنين إكس زائد واحد ناقص إكس على الاثنين، 2 اكس ناقص اكس هتبقى باكس واحدة، زائد الواحد على الاثنين، هذا اكس واحد زائد اكس على الاثنين، والواي بار، الواي بار هي المسافة دي كده، والمسافة دي هي المسافة دي، وأي نقطة هنا كده؟ بواي، فاهم؟ باكس وواي، يبقى الواي بار هتبقى بواي. طيب يبقى نشيل اكس بار نحط بدالها السنترول بتاع الشريحة اللي هو واحد زائد اكس على الاتنين، ادي واحد زائد اكس على الاتنين، والدي اي قلنا بواحد ناقص اكس دي واي، واحد ناقص اكس دي واي. حدود التكامل، انا ماشيين في اتجاه الاكس، في اتجاه الواي، طالما دي واي يبقى في اتجاه الواي، يبقى من زيرو لايه؟ من زيرو لواحد، من زيرو لواحد. يبقى يطلع الثابت بره اللي هو النص، ومن زيرو لواحد واحد زائد اكس، هو طلع النص بره، طلع النص بره، هيطلع الايه؟ النص بره. بعد كده عندنا قوسين، واحد زائد اكس في واحد ناقص الاكس هيبقى واحد، ده فرق بين المربعين،
ده التحليل. عايزين بقى نجمعه مع بعض، يبقى واحد ناقص اكس تربيع، يبقى واحد ناقص اكس تربيع. طب والاكس تربيع بكام؟ بواي، يبقى واحد ناقص الواي عشان نكمل بالنسبة، عشان دي دي واي، يبقى لازم نحول كل اكس بايه؟ لواي، يبقى واحد ناقص واي في دي واي، وتحت يبقى واحد ناقص اكس في دي واي. طيب الاكس من هنا، انا عندي دلوقتي الاكس تربيع، الاكس تربيع بتساوي واي، يبقى الاكس بس بتساوي ايه؟ تساوي جذر واي، يبقى ده جذر واي. طيب نكمل بقى. يبقى واحد ناقص واي، تكامل الواحد هيبقى يعني بنكمل بالنسبة لإيه؟ لواي، يبقى تكامل الثابت أو الواحد هيبقى بإيه؟ بواي، وناقص الواي هتبقى واي تربيع على الاتنين، ونعوض من زيرو لواحد، يبقى واحد ناقص زيرو، يبقى واحد ناقص واحد على الاتنين، تربيع الواحد بواحد، يبقى واحد ناقص نص بنص. هنا طبعا طبعا هنضرب في نص كمان، يبقى في نص، يبقى ده الكلام ده ايه؟ ربع. وتحت واحد ناقص جذر واي هيبقى تكامل، واحد ناقص جذر واي تكامل واحد بواي، ناقص جذر واي يعني واي أس نص، تكامل واي أس نص هيبقى واي أس تلاتة على الاتنين على تلاتة على الاتنين، ونعوض من زيرو لواحد، يبقى واحد ناقص واحد على تلاتة على اتنين يعني اتنين على تلاتة، يبقى الكلام ده هيبقى بتلت، ب33 من 100، يبقى 25 من 100 على 33 من 100 هيدينا 75 من 100 اللي هو الإكس بار. طيب بعد كده الواي بار، قلنا إن الواي هي المسافة بعد السنترويد عن الاوريجين او عن محور الايه عن الـ عن الـ عن محور الاكس. طب هي نفسها المسافه دي كده، يعني النقطه اللي على الكيرف، النقطه على الكيرف الايه بواي. طيب ادي واي اهو، ودي ايه قلنا بواحد ناقص اكس دي واي، دي ايه واحد ناقص اكس دي واي. طيب وزع الواي بقى، تبقى واي في واحد بواي، وواي في اكس. طيب الاكس قلنا بايه؟ بجذر واي يعني واي اس نص، لما نشيل اكس ونحط واي اس نص نضربها في واي، يبقى عدد نضربها في واي، فنجمع الايه الاس، يبقى واي اس 3 على 2 يعني 1.5، واي اس 3 على 2 دي واي، ادي دي واي. واحد ناقص اكس، قلنا ان الواي بيساوي اكس تربيع، يبقى الاكس بيساوي جذر واي دي واي. نكمل بقى، الواي هتبقى واي تربيع على الاتنين ناقص واي اس تلاتة على الاتنين، هتبقى واي اس خمسة على الاتنين على خمسة على الاتنين، ونعوض من زيرو لواحد، يبقى ده دي هتبقى بنص، لما نعوض بواحد يبقى بنص، ناقص لما نعوض بواحد يبقى واحد على خمسة على الاتنين، يبقى على اتنين في ناقص اتنين على الخمسة، يبقى نص ناقص 2 على 5 بواحد من 10، واحد من 10. طيب تحت واحد، تكامل واحد هيبقى بواي، وتكامل واي أس نص هيبقى ناقص واي أس 3 على 2 على 3 على 2. طيب بنعوض من زيرو لواحد برضه، يبقى واحد يبقى يساوي واحد ناقص واي اس اي واحد اس اي حاجة بايه؟ بواحد على تلاتة على اتنين، ونشيلها بالكسر يبقى اتنين على الايه التلاتة، ونمسح الاتنين دي يبقى اتنين على تلاتة، يبقى الكلام ده برضه هيبقى بايه؟ بتلت، يبقى واحد من عشرة على تلاتة من عشرة، يبقى 3 من 10، 3 من 10 متر. كده جبنا الاكس بار وجبنا الواي بار عن طريق الايه الشريحة الايه الأفقية.